thunderforce.com. عسلامة ومرحبا بكم. عندي برشا ما عملتش حلقة بحكم الخدمة متاعي. الا غالب ما عادش نلقى برشا وقت، اما هاني نحاول باللي نجم. وحبيت نقول لكم اللي توحشتكم برشا، ونشكر برشا اصدقاء القناة من مواطنينا في الخارج اللي يتبرعوا لنا بشوية فلوس يعاونوني في التعريف بها يفرحكم. حلقتنا اليوم على شط الجريد، هو من اغرب الظواهر الصحراوية في العالم ومن اغرب البلايص في تونس. تعديت عليه برشا حضارات وتحكيت عليه برشا اساطير غريبة وعجيبة، وتسمى برشا اسامي: بحيرة تريتون، ولاكوس سالينريوم دوروز. وفي اول ثنية اللي تهز من الجريد المفزاوة لقاو حجرة مكتوب عليها مد، اللي الكلمة تعني بحيرة ولا بحر بالليبية القديمة. الرومان من كلمة مد سماوه مادنسيس لاكوس، اسمه زادة الشط الكبير، تكمرت، وتكمرت تعني الثنية الصعيبة بالأمازيغية، يعني البحيرة الصعيبة. سماوه بلاد فرعون، سماوه سبخة فرعون، وزادة طريق فرعون. ما نطولش عليكم، الحلقة بتبعثها طويلة، واللي مش مشترك في القناة يشترك وينزل على النقوس، واللي مشترك ما ينساش يبرتاجي ويعمل جيم كالعادة. أهلا بكم. شط الجريد ما نجموش نلقاو له حتى معنى جيوغرافي، خاطره مش شط ومش بحر ومش واد ومش سبخة وماهوش حماضة. شط الجريد هو عبارة على بحيرة مالحة وبلاصة جميلة ياسر، وتورينا سحر الطبيعة بدو وتمامه. في فصل الشتاء كيف تصب يتعبى بالماء ويولي عبارة على بحر داخلي. شط الجريد في الشتاء يذكرنا اللي الصحراء اللي دايرة بيه ملايين السنة التالي كانت الكلها في المحيط. اتفرجوا في حلقة تونس قبل 3000 سنة حضارة، أحكيت في الموضوع هذا. كيف الصيف يجي وتسخن الدنيا، شط الجريد يشيح، وفين ترمي عينك ما تراك الملح، وحتى نبتة ما تنبت فيه من الملوحية متاع الأرض. الشمس كيف تضرب في الملح الراو ألوان غريبة وعجيبة، بلايس زرق أحمر موف، بلايس روز، على كل لون يا كريمة، ويلمعوا لمعان ويتبدلوا الألوان حسب الفصول ولا البلاصة اللي تشوف منها ولا حسب الوقت. وما تستغربوش زادك في تعداو من شط الجريد، ممكن ياسر تراو سراب وحكايات مهبولة مش موجودة، وردوا بالكم تتبعوهم، خاطر كان تخرجوا على الطريق الصحيح على اليمين ولا على اليسار لطف عليكم ممكن تصير لكم بعض المصايب. أول ما نحكي على شط الجريد كان هيرودوت اللي هو مؤرخ وجغرافي إغريقي، وكان يعتبر اللي شط الجريد هي بحيرة تريتون في الميثولوجيا الإغريقية. اليومنا هذا حد ما يعرف موقعها بالضبط، وشكوا في برشا بلايص أخرى، ومعظم الجغرافيين الإغريق قالوا في ليبيا في بنغازي بالضبط. هبا ثم برشا نصوص أخرين زادا يحكيوا لي كارتاج في ليبيا، زادا مش موضوعنا. ثم زادا اللي حتى في المغرب، ثم اللي حتى في خليج جابس ولا خليج الحمامات، وثم حتى من الجغرافيين اللي قال اللي بحيرة تريتون ما هي إلا جغرافيا أسطورية عمرها ما توجدت. حسب أساطير الإغريق قبل بوسيدون إله البحر كان ثم إله البحورات اسمه تريتون، وتريتون كانوا يعبدوه قبل سكان الجزر والسواحل اليونانية. كيف تشهر بوسيدون الشعبية متاع تريتون تفات، وباش ما يتعركوش على الإلهة ويقتلوا بعضهم جرة المعتقدات اعتبروا تريتون والبوسيدون إله البحر والمحيطات. الأمازيغ كانوا يسميوه بكري إله البحار السبعة. أمفيتريت كانت مرت بوسيدون، وهما اللي جابوا تريتون للدنيا، وتريتون كانوا يتخيلوه خايب برشا، ونص الفوقاني راجل يعوم ونص اللوطاني دير متاع حوطة طويل، وحسب ما كانوا يتصوروا انه كان يعيش هو وابوه وامه في قصر ذهب في قاع البحر. اللي ممكن ياسر يكون هنا شط الجريد، خاطر حسب اسطورة الارجونوت سماهم الارجونوت خاطر المركبة متاعهم البحرية اسمها ارجو، هذوما ابطال في الميثيولوجيا خرجوا من مدينة ايولكوس فولو توا في اثينا يلوجوا على الصوف الذهبي متاع كريزومالوس. هذا علوش يتكلم. وقت اللي ارجو دخلت في خليج جيبس ضاعت ملقاتش كيفاش تخرج، والبحارة قعدوا يتوغلوا بشوية بشوية حتى لين وصلوا البحيرة تريتون، والأرجو وحلف الطبيعي وملقاش كيفاش يخرج.
باش يسلكوها، أورفي اقترح عليهم أنهم يهديوا هدية للآلهة متاع المنطقة هذيك. خرج لهم تريتون في شكل ولايه شباب، هزز في يده قطعة من الأرض وهداها لهم، ووراهم الثنية كيفاش باش يخرجوا من البحيرة ويوصلوا البحر الأبيض المتوسط. كان بحيرة تريتون هي شط جريد، هنا حكاية أخرى، وأثينا تولي بنت بلادنا. خاطر حسب الأساطير أثينا كانت بنت زوس، وهي آلهة الحكمة والمعرفة والاستراتيجيات الحربية وحماية البلاد، تولدت في بحيرة تريتون. لكن حسب الميثولوجيا الأمازيغية ما كانتش كيما الإغريقية، هي كانت بنت بوسيدون وعينيها كانوا زرق كيما عينين بوها. تقول الأسطورة الإغريقية اللي أورانوس نبه زوس ملك الآلهة اللي وليد من ولاده من ميتيس باش يغلبوا وينحيوا العرش متاعه والسلطة. دوب ما زوس فاق لميتيس حبلة، خذلها اللي موجود في كرشها وبلعه. تعداو أشهر، ونهار زوس يحوس على ضفاف بحيرة تريتون ويحس في وجيعة كبيرة في راسه، وجيعة ما ينجمش يتحملها. من شدة الوجيعة طلب من إله النار والحدادة إيفاستو باش يضرب له راسه بشقور لعل يفاشي اللي قاعد يحس فيه. هو شرع باش يضربه، وخرجت أثينا من راسه في يدها حربة وتصيح في صيحات متاع حروبات. حسب إيرودوت في شط الجريد كانت ثم جزيرة، وبرشا باحثين قالوا اللي هي منطقة اسمها بلاد فرعون، وكان شط الجريد داير بها. وتسمية سبخة فرعون ولا بلاد فرعون جاية من بلاصة كان ينبت فيها نوع من التمر اللي قد ما يقعد في النخلة عمره ما يطيب، اللي هو البلح عندنا احنا. النوع هذا من التمر حسب الأساطير جابوه معاهم الجيش متاع فرعون كيف مشى يلوج في اليهود الهربين من فرعون، هذاك علاش سماوه البلاصة بالاسم هذا. إيرودوت كان يعتبر اللي البحيرة اللي بحدا خليج جابس كانت عبارة على فاصل ما بين زوز طرق متاع حياة متاع الليبيون لقدم، وكان يراها البحيرة متصلة بخليج جابس وتوصل حتى لشط ملغير في دزاير. يقول إيرودوت اللي كانوا يسكنوا على اليسار متاع شط الجريد كانوا عباد تزرع واستنسوا بالعيشة في نفس البلاصة، أما اللي على اليمين كانوا بدوا رعاة روحل. الكلام هذا اللي قاله إيرودوت نسمعوه ديما عند المؤرخين، وقت اللي يبداو يحكيوا على ليبيا القديمة يحكيوا لنا على الليبيون الشرقيون والليبيون الغربيون. الزوز هذوما ينجموا ياسر يكونوا قبيلتين اللي هما المخميس والأوسيس، اللي كانوا حسب إيرودوت يسكنوا في الضفاف متاع البحيرة. حسب كلامه كانوا يتجمعوا أبطالهم من نساء غديكة، وكان يفصل ما بيناتهم واد ولا نهر. المخميس كانوا يحجموا صلع، أما كانوا يتولوا شعوراتهم من تالي، أما الأوسيس العكس، يتولوا القدامي ويحجموا التلاني. ومرة في العام كانوا يحتفلوا بأثينا الآلهة، وكانت عندهم طقوس دينية حربية تتمثل في أنهم يتعاركوا بالحجر ويدوروا على البحيرة دورة كاملة مدة أيامات، وبرشا حاجات أخرى أذكرهم. ابن الشباط يوافقوا في الرأي. السيد هذا هو محمد بن علي بن عمر، تولد في 16 أكتوبر 1221، تونسي وراجل متاع أدب ومتاع علوم في نفس الوقت. محمد بن علي بن عمر كان يعيطولو ابن الشباط التوزري، وأصله من الرومان اللي استقروا في تونس حتى لين وصلوا لها العرب. ما بين قوسين برشا الدول العربية تحاول تنسبوا لها بما فيهم مصر، مش موضوعنا. ابن الشباط التوزري حسب برشا ناس يقول نفطة هي ميناء الصحراء، وإن البحر يمتد من توزر إلى جبس، يعني حسب رأيه هو البحر كان يوصل للمنطقة. للأسف ما نجمش ندبر حتى كتاب من كتباته باش نثبت، وصلت لكم المعلومة كما سمعتها. نجيو توا الحجرة اللي قلت لكم مكتوب عليها مد، كانت حجرة موجهة للثنية اللي تهز النفزاوة، وباحثين ترجموها وقالوا اللي الكتيبة اللي في وسطها تقول اهدى من بحيرة مد إلى الإله سيلفا ميركور. في الميثولوجيا ميركور كان إله الحدود والطرقات، وكان يحمي المسافرين. ممكن ياسر كيف كتبوا الكتيبة هذه كان الهدف منهم باش يتقربوا لميركور باش يدلهم للطريق الصحيح والمستقيم وما يبلعهمش مد. التيجان يتعدى شط الجريد نهار 31 مارس 1307، وفي كتابه رحلة التيجاني قال اللي اسمها تكمرت. كما قلت لكم كلمة تكمرت تعني الثنية الصعيبة بالأمازيغية. ها واش قال؟ قال خرجنا من نفزاوة في الظهر ودخلنا لسبخة تكمرت، عدينا منها شوية وبتنا بحدا عين ماء في وسطها. هذه غريبة على خطر أي ماء في شط الجريد راه مش بش يكون حلو، راه بش يكون مالح. تعداو الثلثين متاع الليل شدينا ثنية مكملين، وقعدنا ماشيين حتى لنص النهار من الغدوة.
في تكمرت لقينا برشا جذوع متاع نخل، ما تخليش المسافر يخرج على اليمين ولا على اليسار، ولازمنا نثبته في الثنية هذيك على خاطر على يميننا ويسارنا ثم بلايس كيف تحط ساقك فوقهم تغرق، وكان واحد ما يعرفش الثنية ويتعدى فيها ودعوه ونساوه. الخديمة متاع التيجاني احكي له حكاية وقال له احكي لنا محمد بن ابراهيم بن جامع المرداسي قال اللي قافلة من القوافل متاعنا فيها 1000 جمل، تعديت في شط الجريت ثم جمل منهم خرج على الثنية وتبعوه لباقي الكل، رخت بيهم الارض وغرقوا فيها وتسكرت. باقي حسب ما حكينا التيجاني قال اللي ابو الحجاج اللي هو يوصل في يوسف بن منصور قال اللي الملاحة اللي بحذا توزر هي من غرائب الدنيا اللي يخفلها المؤرخين واهمل وصفها الاخباريون، انها اميال في اميال سطحا واحدا كاللوجين المسبوك. اللوجين هو الخليط بين النخالة ولا السميد بالماء. اللوجين المسبوك أو المرمر المحكوك يكاد ينفذه البصر من صفاو وكاينه غدير جمد من الماء اللي فيه. قال زادة وإحنا ماشيين أذن الصبح يخي صلينا على بساط من كافور ولا سطح من باللور. يقول اللي بعينيه رأى الراجل كيف يدخل الرمح فيها وينزل عليه يغطس فيها، وكان يزيد ينزل أكثر يزيد يغطس، وكيف يخرجه تتسكر الأرض وكاينه شيء مسار. بو إبراهيم بن حسينة هذا هو فقيه قديم معروف، كيف شق الشط من الشيء اللي راه والهول اللي شافه اكتب فيها قصيدة بالعربية يوصف الفرحة متاعه كيف الهم هذا الكل اتعدى ووصلوا التوزر. تو نبعثها لكم في الباج فيسبوك متاع القناة، والمهتم ينجم يشوفها غادي. اسم الصفحة هو بيدو الاسم متاع الشين في اليوتيوب. يقولوا زادة اللي ثم برشا جذوع متاع نخل اللي يوريه الطريق الصحيح للمسافرين، ثم برشا منهم الريح غطاهم ولا بعدهم، وبحذاهم راو أعظمهم تاع بشر، وبحذا عمود من العمدة هذه راو مرأة شادة في يدها بنية صغيرة وماتوا الزوز، وحسب ما يحكيوا اتعاركت هي ورجلها في نفزاوة وحلفت متبات كان في توزر وشدت الخلاهي والبنية متاعها ضاعت وماتت في شط الجريد. في كتاب المسالك والممالك نلقاو ياما جيش وقوافل دخلوا لشط الجريد وما خرجوش منه. في شتاء عام 1662 و1663 العياشي والمولى أحمد أحكيوا على تجربتهم مع شط جريد والهوال اللي يراوها كيف تعدوا عليه. شط جريد معروف برشا بالسراب متاعه، وسبيلبرغ يحكي مرة قال اللي هو قاعد يصور في منطقة من المناطق في الفيلم متاع ستار وور إيتي هبط من المركبة الفضائية متاعه، ومن غادي جاتوا الفكرة متاع الفيلم المشهور إيتي. حسب كلام صديقي جهاد ممكن ياسر يكون راجمل وبالسراب تخيلوا كما إيتي. في القرن 19 وقت اللي فرنسا محتلة تونس حبوا يحقوا اللي قالوا إيرودوت وغيره ويوصلوا بحر جابس لشط جريد، لكن المحاولات الكل ما وصلتهمش لشيء، والمشروع ابطل عام 1882 من نقص التمويلات، والحلم متاع الكوموندون رودير اتبخر في الهواء. أما الحقيقة حتى كان جات ثم تمويلات ما كانتش باش تنجح، خاطر المستوى متاع البحر في الخليج متاع جابس تحت برشا شط جريد. أما هنا ما ننساوش اللي هذا ما يمنعش اللي تحول شط جريد من مجرد سبخة كبيرة العبارة على بحر علميا صار على قليلة مرتين في تاريخ الكرة الأرضية. شط جريد كان تابع للبحر ولا بحر تقريبا 140 ألف سنة، وزاد كيف كيف نفس الحكاية 90 ألف سنة قبل المسيح. في الأخر بالكل حسب الكلام هذا أثينا وإيتي طلعوا لاد الجريد. هذه ما هي إلا مقدمة على الجريد وعلى شط الجريد، وانا متاكد اللي المنطقه هذيك بالذات معبي حكايات واساطير. اللي عنده حكايات على شط الجريد ما يبخلش علينا باش يبعثهم لنا على صفحتنا في الفيسبوك. ان شاء الله الحلقه نتاع اليوم تكون عجبتكم، وكان عجبتكم كما العاده ما تنساوش تابونيو للشان وجيم وبارتاج، ويعيشكم يعيشكم، وبسلامه بسلامه. renderforest.com